أغنية صاحبة صاحبي مسك الألوان ورسم على الحيطة، كملها لك أغنية. أغنية طفولية جدا رائعة، احنا الكبار حبيناها قبل يعني الأطفال الصغار. أنا حبيتها طبعا عشان ولادي طول النهار بيغنوها وبيسمعوها ورسم على الحيط وبتاع، الموضوع فيه طفولي بس حلوة فعلا جدا يعني. طيب شخبط شخبط بدينا بها البرنامج، شو الخبر يا أحمد؟ الخبر إنه نانسي عجرم معشوقة الكبار والصغار زي ما بنقول، هي اختارتها اليونيسف سفيرة إقليمية للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأجمل ما في الموضوع أنه معشوقة الكبار والصغار كما قال أحمد نانسي عجرم صرحت بعد تسميتها أن عمل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة كان يثير اهتمامها منذ طفولتها، والحلم تحقق أن تنضم إليها وهي أم. يعني هذه بداية